دلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم وجولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، ويعني كان من أهم هذه الأخبار القوافل الطبية في أسوان واللي قدرت إنها تقدم خدمات علاجية ل 39 ألف مواطن في 3 شهور، وأيضا تنفيذ مشروعات لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في البحيرة بقيمة 13 مليار جنيه. وأخبار تانية معانا من الفيوم وسوهاج وإسماعيلية وكمان من الغربية. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من أسوان اللي قدمت فيها القوافل الطبية خدمات علاجية ل 39,814 مواطن ومواطنة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، وده كان خلال الربع الأول للعام الحالي 2022. في البحيرة تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن ومراكز المحافظة لتحسين البنية الأساسية وتدعيم المراكز والقرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبلغت قيمة مشروعات التطوير من أول 2018 ولحد دلوقتي 13.1 مليار جنيه لتنفيذ 157 مشروع. في الفيوم انطلقت الندوات التوعوية لأصحاب الأراضي الزراعية بأهمية توريد الأقماح للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك كواجب وطني وقومي، ده غير تشجيع المزارعين للتوجه لأساليب الري والميكنة الزراعية الحديثة بالتنسيق ما بين مديريتي الري والزراعة بالفيوم. في سوهاج أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة عن انطلاق حملة التزامك يعني أمانك بميادين وأسواق ومواقف مركز سوهاج، وده بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وأيضاً شهر رمضان المبارك. في الإسماعيلية شهد قصر ثقافة الإسماعيلية افتتاح معرض فنون تشكيلية بعنوان فرحة رمضان، بيضم المعرض 40 لوحة فنية وبمشاركة 25 فنان في مجالات الرسم والخط العربي والتصوير الزيتي والمجسمات للأطفال. في الغربية تم إطلاق مبادرة بالخير جايين لتوزيع كراتين رمضان على غير القادرين في أنحاء المحافظة، وده في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.